معاناة كبيرة يتقاسمها مرضى السرطان والأطباء والممرضون بمستشفى رويبة، فالمصابون بهذا الداء الخبيث يعانون من نقص الإمكانيات، حيث يتحتم عليهم في أحيان كثيرة تقاسم 4 أفراد لسرير واحد. المريض يشقى ما يديرش الدواء تاعو باسكو ما كاش الدواء، ولا يشقى يجي العجل لانسول تخاتمو ويعاود يروح. كي دوك يعطونا لي غاديو ما عندناش وين نروحو نديرو، وبليجي نروحو نديروهم في السبيطارات. كي نروحو السبيطارات واش يقولوا لنا؟ كاع لي سبيطارات سكان كاع مكسر. في اون سال اون سخوتو في 40 مال الاخر جوسكا 30 بيغسون 40 بيغسون مالاد ما بين لي زورجونس بلوس لي كور. اما القائمون على هذه المؤسسه الاستشفائيه فيعانون من نقص العتاد المادي والبشري. هناك امراض سرطان لما زالت تعاني من الوصول المريض في حالات متقدمه من المرض كسرطان الرئه، سرطان البلعوم، سرطان المعده، سرطان القولون والمستقيم. كي مانك دو بيرسونال اون بو با جيري، يعني دوكا اون انفيرميه والاخر تجي لي كامل لا سال هذه تاع 30 مريض. رئيس مصلحه الاورام اكد ان السرطان في الجزائر يعرف انتشارا رهيبا لعده عوامل، اهمها عدم تشخيص الداء في اوانه. الوقايه من امراض السرطان هي اللي نكون نعطيو لها القيمه الكبيره. يأتي في المرتبة الثانية التشخيص، وفي المرتبة الثالثة العلاج. نداء استغاثة وجهه مرضى السرطان وعمال مستشفى رويبة عموما ومصلحة الأورام خصوصا إلى الجهات الوصية من أجل توفير الإمكانيات لتخفيف الآلام والضغط. أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، كنت بكلمتي فطر الصايم، وبكلمتي سكن الهايم، وبكلمتي فطن النايم، واليوم قاسني هذا الضر، والحكم ربي راني صابر. والحر حر، والحر ينفع ما يضر، والحر معروف بحرارته، الحر ما يطمع ما يخون، ما يوكل فضلة الصحون، الحر عنده عزة النفس وعزة النفس تجري كالدم في ربايته، الحر شاف الدنيا وعرفها وتركها وعافها مثله مثل الطير الحر. أغلبية الناس يحسدوها على سيرته ورجولته وعارته، الحر ما يذل ما يهاب، حشاك ما يسمع نبح الكلاب، الحر أسد والأسد معروف سلطان في مقامته، الحر يعيش حر ولما يموت يموت بعزته كرامته، هذا هو الحر وكل حر هذه حكايته.